السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ المحاضرة اللي عندنا اليوم السادسة اللي هي ريسكشن، اللي هي نربط الجهاز على نقطتين معلومة. عندي هذا الجهاز أريد نصبه مثل الليفل، بحيث النقطة اللي OCC مال الجهاز اللي عندي أنا هاي ما عندي معلومة، بحيث أنا نصبه بأي مكان بالموقع، بس شرط يكون عندي نقطتين معلومة، معلومة الإحداثيات الN والE. فهاي النقطتين أنا داق الشاش بالموقع مثبتهن وأعرف إحداثياتهن. هاي من حصلتها من داتا كولكشن المحاضرة السابقة. فهسه إيش راح أسوي يعني؟ راح عندي هذا الجهاز. زين، فهسه انا شو اسوي؟ اروح اول خطوه سيمس قوية، اول خطوه اروح على المنيو، ثم اروح على لاي اوت. من اروح على اللاي اوت اروح ادخل اسم المشروع مالتي، اسم المشروع هذا اسم المشروع مالتي، ثم راح ادخل انا هسه باللاي اوت. ولكن انا ما عندي النقطة الاو سي سي، فراح اسقطها. شلون اسقطها؟ اروح باتجاه الاسفل، ثم اروح على نيو بوينت، ادوس اف 2. راح عندي طريقتين، سايد شوت وريسكشن. انا اختار السكشن الريسكشن. من اختار السكشن اروح ادخل لازم نقطتين. اول شيء راح ادخل النقطة الاولى، اسميها اي 1 انبوت. هذا ارتفاع الجهاز ما يؤثر عندي. هسه اروح على NEZ، راح يطلب من عندي ادخال الاحداثيات، اقول له انبوت. الاحداثيات اني عندي اللي هي هاي، عندي هاي الاحداثيات، هاي النقطة الأولى والنقطة الثانية. النقطة الأولى الإحداثيات مالتها 533 بايت 304 والإي 400، فهاي هسه أدخلها. خمسمية 33 بوينت 304 ب400، اضغط الزد مالتي ما يفرق صفر. هاني هسه دخلت الاحداثيات. هسه شو يريد من عندي؟ يريد من عندي التوجيه سايت. شو يريد من عندي؟ التوجيه. لازم اني اوجه على النقطة والشخص ذاك. هسه الشخص هذا الشخص عندي، فراح اوجهه عليه. زين، من اوجهه هقول له وجهه منه بالضبط بحيث اشوف العاكس. فهسه اقول له انقل له ديستانس، اقول له ديستانس. هسه هو يبدي تشيك يقفل النقطة، اللي قفل النقطة هاي الأولى. طلاب هسه أني النقطة الأولى اللي على اليمين سجلتها والجهاز أخذها. هسه لازم عندي نقطة لازم على اليسار، يفضل مو كلها عن اليمين، لأن إذا على اليمين راح الجهاز يعطي نسبة الخطأ أعلى راح تصير. فالنقطة الثانية هاي على اليمين، على اليسار، فراح أوجهها
هذيك النقطة حاط العاكس عليها، أجي أوجه هسه أني وجهت جهاز، أروح أدخل النقطة الإحداثيات. إحداثيات مالتي هي 472.22. هاي الإن، والإي 380 0.652. هسه هاي دخلتها وعندي جهاز موجه على النقطة الثانية، راح أقول له أنتر. هسه يقول لي التوجيه على نقول له ديستانس، أنا أقول له على الديستانس نفس الأولى، راح يبدي يسجل. هسه سجل النقطة. هسه يقول لي ال OCC شلون احسب لك اياها، احسب لك اياها. قول له F2 calculate measure data، اضغط عليها. قول له calculate، اريد الاحداثيات مالتها NEZ. هسه يقول له resection، يقول لك هاي هي الاحداثيات مالتي. الN مالتي قد 500 والE 400. هاي النقطة الـ OCC مال الجهاز، هو حسبها الجهاز ذاتية باستخدام هاي النقطة. يقول لا يس، اعتمدها. اذا هسه اني نقطة الـ OCC مال الجهاز صار عندي معلومة والجهاز منصب عليها، واقدر ابدي شغلي سواء داتا كولكشن او لاي اوت. هاي الطريقة ليش احنا نستخدمها؟ هاي لانه تنصيب الجهاز عندنا شوية ياخذ عندنا وقت على وتسامت على نفس النقطة الـ OCC، فاحنا دائما النصبة بأي مكان، بس شرط لازم عندي أقل شيء عندي نقطتين يمنى ويسرى، وكل ما عندك أكثر من نقطة يفضل مثلا 5 نقاط تقدر تربطها على بحيث يقلل الخطأ عندك.